أهلا بكم في جولتنا الصحفية من برنامج صحافتكم، أنا سعد الشبلان، أستعرض معكم فيها أهم أخبار الصحف المحلية الصادرة لليوم الاثنين الموافق للثاني والعشرين من أبريل، ونبدأ جولتنا مع أهم العناوين. ونبدأ مع صحيفة أخبار الخليج والتي أبرزت: جلالة الملك يصدر أمره السامي، تثبيت جنسية 551 أسقطت عنهم بأحكام، رئيس شؤون الجمارك 52 مليون دينار إيرادات جمركية للربع الأول بزيادة 6.3%. وإلى صحيفة البلاد والتي عنونت: لا مناص من احترام القوانين، سمو رئيس الوزراء يؤكد أن البحرين دولة مؤسسات. ومن صحيفة الأيام نطالع: أشادوا بالأمر الملكي السامي نواب، تثبيت الجنسية للمحكومين درس وطني لإذكاء روح المواطنة، وزير الصناعة توحيد اشتراطات المرافق السياحية. ومن على صدر صحيفة الوطن نقرأ: ناس، تغير في منهجية عمل الغرف بإشراك التجار وتقليص اللجان لعشرة، البحرين تدين الهجوم الإرهابي على مركز مباحث الزلفي بالرياض. والآن إلى أخبار الصحف، والبداية ستكون من صحيفة أخبار الخليج، حيث أن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء التقى بطلبة الدفعة العشرين وأولياء أمورهم وأعضاء مجلس إدارة برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية، حيث هنأ سموه الطلبة على اختيارهم ضمن هذه الدفعة، مشيدا بما أثبتوا من قدرات وما ظهروا به من روح عالية من التنافسية تمكنوا بها من اجتياز سلسلة التقييم والاختبارات المؤهلة لبعثات البرنامج. وفي الشأن الاقتصادي، لفتت صحيفة أخبار الخليج أن الجهاز الوطني للإيرادات أفاد بأنه يمكن للشركات الخاضعة للقيمة المضافة للتسجيل لحضور ورش العمل التعريفية الخاصة بالقيمة المضافة عن طريق الرابط الإلكتروني الذي تم تدشينه مؤخرا، حيث يتيح للشركات إمكانية التسجيل والمشاركة في هذه الورش. كتب السيد زهرة مقالا في صحيفة أخبار الخليج بعنوان عقدان مزهران ومستقبل أجمل، تحدث فيه عن أهم القراءات الفكرية التي جاءت في الكتاب. عقدان مزهران ومستقبل أجمل، الكتاب يوثق بالرصد والتحليل الإنجازات الكبرى التي تحققت في العشرين عاماً الماضية من حكم جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله. والحقيقة أن الكتاب عمل جليل مهم للمناسبة التي صدر فيها أولاً ولمضمونه وما احتوى عليه من معلومات ومن تحليل. أما المناسبة فهي أن هذا العام يصادف مرور 20 عاماً على تولي جلالة الملك الحكم، وهي مناسبة عظيمة تستحق الاحتفال. أما مضمون الكتاب وما يحتويه فإنه يرصد ويحلل ملامح وأبعاد تجربة كبرى في الحكم وإنجازات عظيمة في كل المجالات. وعندما نتحدث عن عقدين من حكم جلالة الملك فنحن نتحدث عن ملحمة كبرى من الإنجازات ومن الريادة. هذه الإنجازات وهذه الريادة في كل المجالات انطلقت من مشروع إصلاحي تاريخي كبير غير مسبوق، استند إلى رؤية جلالة الملك لمستقبل البحرين وآمال جلالته وطموحاته لما يريده أن يتحقق للشعب والوطن.
في عهد جلالة الملك وفي ظل المشروع الإصلاحي، شهدت البحرين تجربة ديمقراطية رائدة كبرى، فتحت أبواب الحريات والمشاركة الشعبية، وتحققت إنجازات هائلة غير مسبوقة في كل المجالات بلا استثناء. تجربة البحرين الرائدة في عهد جلالة الملك تعتبر نموذجاً وقدوة لكل دول المنطقة، لهذا فإن توثيق مسيرة التقدم والإنجاز والنهضة في عقدين من حكم جلالة الملك على نحو ما فعل مركز دراسات بهذا الكتاب يعد أمراً له أهمية استثنائية كبرى. ننتقل إلى صحيفة الوطن ونطالع أن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة أكد أن كتاب عقدان مزهران يسلط الضوء على نهضة حديثة امتدت لمدة 20 عاما من فكرة وتخطيط جلالته، والذي بدأ مبكرا وبشكل استثنائي، ولطالما شغل الجانب الاقتصادي فكر جلالته استنادا لأهمية العيش الكريم والتطوير للوطن. نشرت صحيفة الوطن أن وزير الشؤون الإعلام علي الرميحي كشف للصحيفة أن قانون الصحافة سيشمل فقط الأمور المعنية للمؤسسات الإعلامية الموجودة، لكن فيما يتعلق بالأمور التي تنشر بصفحات التواصل الاجتماعي سيتم التعامل معها من قبل قانون الجرائم الإلكترونية، وسيتم تمريره على السلطة التشريعية في أواخر إبريل الجاري. كما بينت صحيفة الوطن أن المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي ستنظم معرضاً زراعياً بيئياً بالتعاون مع مجموعة بنك البحرين للتنمية ووكالة الزراعة والثروة البحرية التابعة لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني يومي الخميس والجمعة الموافق 25 و26 من إبريل الجاري في سوق المزارعين بهورة عالي، ويتم تنظيم هذا المعرض تزامناً مع الاحتفال السنوي العالمي بيوم الأرض. ونتحول إلى صحيفة الأيام ونقرأ أن سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة رعى حفل ختام مسابقة قوة دفاع البحرين الكبرى 29 في حفظ القرآن الكريم وتجويده والعلوم الإسلامية، وأكد على أهمية مسابقات القرآن الكريم في التحفيز والتشجيع على حفظ كتاب الله والعمل به. على هامش افتتاح مجلس وزارة الإسكان، نطالع من صحيفة الأيام أن وزير الإسكان المهندس باسم الحمر أكد أن الوزارة حريصة على الوصول بقنوات التواصل المختلفة مع المواطنين لأعلى مستويات، وتنويع تلك القنوات بهدف ضمان وصول الملاحظات والشكاوى والمقترحات إلى الوزارة بسهولة ويسر، والتفاعل معها من قبل الإدارات واللجان المعنية بالوزارة. نشرت صحيفة الأيام أن فعاليات النسخة الثامنة من ندوة تحالف عاصفة الفكر ستنطلق غدا الثلاثاء بتنظيم مركز عيسى الثقافي، والتي ستكون تحت عنوان مستقبل التعليم والبحث العلمي في العالم العربي، وذلك على مدى يومين، والتي ستشهدها مدينة السلام شرم الشيخ بحضور كوكبة من المسؤولين والمفكرين والخبراء والباحثين على مستوى الدول العربية. وإلى صحيفة البلاد ونقرأ أن وزير المواصلات والاتصالات كمال بن أحمد محمد طلع على تقارير من شركة فرانكفورت أي جي فرانكفورت العالمية حول آخر مستجدات مشروع الإعداد لتشغيل مبنى المسافرين ونقل الحركة الجوية، كما طلع على أهم النتائج الدورات التعريفية التي تجريها الشركة لأكثر من 5000 موظف وموظفة يمثلون شركة مطار البحرين والشركاء الاستراتيجيين، والتي بدأت في شهر مارس الماضي ومن المتوقع أن تستمر حتى تدشين مبنى المسافرين الجديد بالمطار. من ذات الصحيفة نطالع أن وكيل الشؤون الإسلامية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف فريد المفتاح
قال إن مملكة البحرين حققت المركز السادس عالمياً والأول عربياً في مسابقة ماليزيا الدولية القرآنية في دورتها 61 من خلال المتسابق عبد الله خليفة حمدان في فرع حفظ القرآن الكريم. ويأتي هذا الإنجاز امتداداً للإنجازات التي يحققها أبناء المملكة في المسابقات القرآنية الدولية. نشرت صحيفة البلاد أن نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار عبد الله البوعينين كشف عن إنشاء محاكم تنفيذية متخصصة جديدة قائمة على أساس الاختصاص النوعي للدعاوي، وأوضح في تصريح للصحيفة أن هذا القرار يتماشى مع تنامي أهمية دور التخصص في زيادة كفاءة الأداء والفعالية والسرعة والجودة، وبما يستجيب لمختلف أنواع النزاعات والطبيعة الخاصة لكل منها. وإلى فن الكاريكاتير. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم. إلى اللقاء.